السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنت عندك طفل وعايز يتعلم إزاي يتعامل مع الكمبيوتر وإزاي يحرك الماوس وإزاي يفهم فكرة البرمجة واحدة واحدة بخطوات سهلة وبسيطة، الموقع دوت أهو، أنا هحط الرابط أسفل الفيديو وهبدأ أنا ومعايز نبدأ نشتغل مع بعض. أتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط والموقع يعلم فعلا الطفل إزاي يتعامل مع الكمبيوتر وإزاي يستمتع، يعني ما تقولوش تعالى أعلمك، قول له تعالى نلعب مع بعض. يلا يا معلم. ايوه دوس بقى كونتينيو. كونتينيو يعني نكمل او اللي بعده. تمام، انا بقى تعمل ايه؟ دوس اوكي الاول. ما انا باجي من تحت ايوه دوس اوكي، وبعد كده دراج. ايوه دروب. بس اول خطوه ايوه خلاص، قول له كونتينيو. طيب ايه الدرس ده؟ عرفت بقى تعمل ايه؟ انا عرفت، ايوه هحط على دي كده الشمال. لا لا العكس، دي هتاين رجعها مكانها. دي رجعها بقى الصورة فوق فوق. ايوه صغيرة بقى، رجعها ايوه حطها فوق. ايوه يلا الثانية بقى. ايوه ايوه ايه يلا كونتينيو. ايوه ايوه ايه كونتينيو. الدرس اللي جاي بقى. ايوه سمكة بقى، عايزين نحط سمكة. ماشي اول حاجه حاضر. ايوه شاطر. ايوه اللي تحت بقى مش عارف. شاطر يلا سمكة. كونتينيو يلا جميل. دوس دوس ايوه. بقى بص بقى ميزو، عايزين نخلي الكلب يبقى كامل. ايوه لا حطها تحت السن شويه. ايوه الكلب ده فوقيها 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 فوقيها. لا لا فوقيها دي فوق دي. انا بقى دي حطها فوق بقى. دوس دوس اسحب حطها فوقيها. ايوه ايوه حط سيب سيب سيب، هو كملها هو كملها. ايوه يلا بقى اللي تحت عشان يبقى الكلب كامل. يلا كونتينيو كونتينيو يا رب كونتينيو. ما انا عارف ان هي دي كونتينيو يا عم. يلا ايه بقى اللي هيجي بعد كده؟ عايزين نعمل الشجرة دي. دي صح، الشجرة دي هتبقى دي بقى في النص بين دي ودي. دي يعني فوق؟ لا دي اللي في النص. ايوه ومين بقى اللي هيبقى فوق؟ انا واحد فوق اللي هتبقى فوق. لا ما حطيتها غلط. لا لا صح صح كملهم، بس كملهم وهتبقى مظبوط. دي حطها فوقيها فوق فوق خالص فوق خالص فوق خالص يا معلم عشان الشجرة تجمع. يلا حطها فوق. يلا يلا اسحب. يلا دوس واسحب. حطها فوق شوي. ايوه يلا اتغير. يلا اللي تحت بقى خلص. يلا كونتينيو. ايوه حاول بقى تفكر ايه اللي فوق وايه اللي تحت. دي في النص، دي في النص دي يعني. ايوه دي بقى المفروض تبقى فوق ولا تحت؟ فوق. صوت فوق. يلا اسحب واختار فوق. ايوه يعني لو حطيته ايوه حطها فوق حطها فوق.
ايوه يلا. ودي بقى تحطها فين؟ تحت خالص. تحت خالص. شطور. ايه يلا كم تاني؟ كم تاني؟ هيطلع لك ايه بقى؟ اه البيت. اسحب من تحت كده، اسحب من النص شوية. ايوه اسحب كده. يلا ايه اللي فوق واللي تحت؟ ايوه يلا دوس واسحب. دوس عليها، دوس عليها، دوس عليها. ايوه ايوه كمل بقى يلا. يلا فكر بقى الشغل ده. الكمبيوتر يا بابا انت مش عارف. عارف كويس بس انت كبرت. ايوه ده ده اللي فوق. ايوه لا دي في تحت خالص ودي في النص. تقريبا ده اخر واحد. لا لسه. يلا عايزين نرتبهم بقى، نكتب الواحد فوق وبعد كده الاثنين وبعد كده الثلاثه. يلا 1 حط السرير كده مع تحت الاثنين. السرير تحته، السرير اسحبها حطها تحت السرير. طب يلا قول كونتينيو. قول لكم تاني. يلا يلا رتبهم انت بقى. اه زي ما رتبتهم المره اللي فاتت، ال 1 وبعد كده 2 وبعد كده 3. يلا فين ال 1؟ ال 3 خليها تحت ال 2. يعني ماشي مش حط، مش لازم في النص. يلا حط الاثنين. ايوه يلا دوس على الاثنين. اسحب حط الاثنين تحت الواحد. ماشي ايوه حط الاثنين. سيبه سيبه هو تعمل التلاتة بقى. حط التلاتة. يلا أيوة أيوة صح. عارف بقى اللي يحصل؟ أيوة خش بقى في اللعبة اللي بعدين.